المسيرات الأمريكية تخترق السيادة العراقية وتضرب قلب العاصمة بغداد بذات السلاح الذي استهدف قادة النصر. العملية لم تكن مفاجئة، بل هي سلسلة من الهجمات الانتقامية التي توعد بها بايدن على مراحل، ولكن جاءت مباغتة للفصائل بالزمان والمكان، والمستهدف هم قيادات بارزة وفاعلة في كتائب حزب الله، متهمة بالضلوع بعمليات قصف ضد القواعد الأمريكية. العراق يدخل بمرحلة خطيرة جدا وشبه انهيار للتهدئة. الفصائل تدرس الرد العسكري، والحكومة العراقية تحاول التهدئة ضاغطة باتجاه إنهاء الوجود الأمريكي، معتبرة ما حدث تهديدا للسلم الأهلي وخرق للسيادة ودفع للعراق باتجاه دائرة الصراع. والساعات المقبلة ستحدد صورة الوضع الأمني. مرحبا بكم.